أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح فعاليات المنتدى الخليجي التركي الثاني الذي تستضيفه مملكة البحرين على مدى يومين في مركز البحرين الدولي للمعارض بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة نحو 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي. وقد نقل سمو الشيخ علي بن خليفة تحياتي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي الهام والمشاركين فيه، وتمنياتي سموه لهم بالنجاح في تحقيق ما يهدف إليه المنتدى من تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الصديقة في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية، وبناء شراكات من شأنها دعم الاستثمار المتبادل بين الجانبين. وأعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لفعاليات هذا المنتدى الذي من شأنه أن يحقق مزيدا من التقارب بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المختلفة في دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البناء والمثمر الذي يلبي المصالح المشتركة للجانبين. وأكد سموه أن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا تشهد مرحلة متميزة من النماء والازدهار على كافة المستويات، بما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين القيادات في دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، منوها سموه بما تمثله جمهورية تركيا الصديقة من ثقل سياسي واقتصادي ومحوري في المنطقة. وأشاد سموه بما تمثله الجمهورية التركية من تجربة ناجحة ومتميزة في النمو الاقتصادي القائم على سياسات متطورة وخبرات ذات كفاءة، داعيا سموه إلى ضرورة العمل من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من عوامل النجاح التي ارتكزت عليها تركيا في مسيرتها على صعيد التنمية الشاملة. وأعرب سموه عن تطلعه في أن يتمكن المنتدى من الوصول إلى اتفاقيات وصيغ للتعاون في كافة القطاعات الاقتصادية بالشكل الذي يجسد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون وتركيا، لافتا سموه إلى أن الجانبين يمتلكان فرصا واعدة للاستثمار فيها. وأكد سموه أن البحرين حريصة على دعم كل جهد غايته توسيع أطر التعاون مع الجمهورية التركية وبقية دول العالم ضمن رؤية تقوم على الإيمان بأهمية الانفتاح على العالم وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تعود بالخير على الجميع. ودعا سموه رجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين إلى الاستفادة من فرصة انعقاد هذا المنتدى والعمل على تذليل أي عقبات قد تعوق الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع في ترسيخ أسس نموذج للتعاون الوطيد الذي يتناسب مع قوة العلاقات السياسية المتبادلة بين الطرفين. منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني نحو الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية يأتي استكمالا لما جاء في فصول لقاء أول كانت قد احتضنته اسطنبول، الذي لم ينفك إلى الدعوة نحو توسيع نطاق أوجه التفاهمات الاستثمارية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأنقرة. علاقاتنا مع تركيا يجب أن تعتمد على المصالح الاقتصادية، لأن المصالح الاقتصادية تتركز في الخليج وفي تركيا بالمنطقة، يعني فأنا يجب أن نستفيد من الوضع الحالي ونكون قدوة للمناطق الاقتصادية الأخرى. الاقتصاد يحتاج كثير من التفهم، كثير من الأمور مثل الأمن والاستقرار، وهذه كلها الحمد لله موجودة عندنا. أن نترجم هذه العلاقات إلى واقع. الاقتصاد من أهم ركائز البلدان القوية،
احنا اليوم نبي نقرب وجهات النظر، نقرب تجارة الأتراك مع الخليجيين ونعمل علاقات ونفتح فرص أمامهم للطرفين. هناك حوار استراتيجي جيد ومتميز مع الجمهورية التركية في ابتدأ وانطلق من عام 2008. الآخر اجتماع كان على مستوى وزراء الخارجية كان من حوالي أسبوعين، كان اجتماع ناجح بمعنى الكلمة، أكد على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. جلسات نقاشية مستفيضة تحيي مضامينها جملة من اللقاءات الثنائية التي سيتكفل المنتدى بتوفيرها خلال يومي انعقاده، تجمع على مسافة مباشرة ما يزيد على 600 من نخبة رجال الأعمال الخليجيين والأتراك لبحث السبل الكفيلة في زيادة مجالات التعاون والاستثمار المتبادل في أكثر من 20 قطاعا حيويا. الربط مع تركيا وأوروبا هو من أهداف ورؤية الهيئة للمستقبل، لذلك اليوم احنا بإذن الله سوف نطرح رؤية جديدة يمكن في حلقة نقاشية، وأيضا نأمل التعاون مع الجانب التركي في تحقيق هذه الرؤية لربط شبكة الكهرباء التركية مع دول مجلس التعاون. تواجد مجموعة أعمال أتراك بهذا الحجم مع تواجد جميع غرف التجارة في البحرين يعكس الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لتطوير هذا التعاون بشكل استراتيجي. لا شك أن مثل هذه المنتديات تساعد على توافق بين رجال الأعمال والاستثمارات التركية الخليجية، فمثل هذه المنتديات تجمعهم وعلى طاولة واحدة في مؤتمر واحد ويتم النقاش على الفرص الموجودة في المنطقتين. ست جلسات عمل قسم الحديث عن فحواها على مدار يومين تحاكي بعناية ضرورة إيجاد أنجع الأدوات لبحث أدق لمجمل أصعدة العمل المتنوعة الملامسة لمجالات تنموية هامة تشتهر بها جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، كمجالات البنية التحتية والمشاريع الصناعية والخدمات المالية والصحية، إضافة إلى صناعة النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة وصولا إلى قطاع الأمن المائي والغذائي، وانتهاءا بمناقشة مدروسة لمجالي النقل والخدمات اللوجستية. لا يمكن للسياسة أن تؤدي ما عليها من مهام ولا أن تحقق ما تحمله من رسائل إلا إذا دعمها اقتصاد مرن يتأقلم مع مراحل العمل كافة، يقرب البعيد ولا يعترف بوعيد العقبات التي قد تشكلها جملة من الظروف الاستثنائية التي قد تفسد ود تلك العلاقة الطردية. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.